يعطيكم العافية، حنكمل إن شاء الله بأنواع الـ homogeneous polysaccharide. كنا حكينا بمحاضرات سابقة عن أنواع الـ homogeneous polysaccharide زي مثلا الستارتش، زي الجلايكوجين، زي الدكسترين. اليوم إن شاء الله حنكمل النوعين المتبقيات من الـ homogeneous polysaccharide. النوع الرابع من الـ homogeneous polysaccharide هو عبارة عن السليولوز، وهو عبارة عن سكر الخشب، وهو يعتبر structural polysaccharide. والمقصود بكلمة structural هو عبارة عن السكر المسؤول عن تقديم الدعامة والحماية. structural يعني بيعطي support، الدعامة للنباتات، بدليل إنه الخشب هو اللي بيعطي النبات الدعامة والحماية. السليولوز هو عبارة عن مادة fibrous، وهي عبارة عن مادة tough، عبارة عن مادة خشنة وعبارة عن مادة صلبة، مع انه سكر لكنه water insoluble substance. ليه؟ لانه هلا رح نعرف شو دخل انواع الروابط. السليولوز هي ماده موجوده in all cell wall في البلانت، موجوده في الغلاف الخلوي لكل الخلايا النباتيه، particular موجوده بالستالك، بالستم، بالترنك، بالوود، موجوده بالجذع، باللحاء، بالاغصان وما الى ذلك، اللي هو عبارة عن الجزء الخشبي من النبات المسؤول عن إعطاء الدعامة والحماية والقوة لهاي النبتة. السليولوز مولكيول هو عبارة عن مولكيول لينير، هو عبارة عن مولكيول خطي unbranched، ما في عليه أي تفرع، وهو يعتبر أحد أنواع الهومو بوليساكرايد. بيتكون تقريباً من 10,000 إلى 15,000 يونت من الجلوكوز، والجلوكوز ريسيديوز ان سيليولوز نوع الرابطة هي عبارة عن بيتا 1 تو 4 جلايكوسيديك بوند. الهيومن الجسم البشري لا يستطيع انه يهضم السليولوز، مع انه هو بيتكون من جلوكوز، نتيجة فقدان الجسم لانزيم اللي قادر على تكسير البيتا 1 تو 4. انا جسمي عنده انزيم اسمه الفا اميليز انزيم، فهو قادر على كسر رابطة الألفا لينكج. أما الرابطة البيتا لينكج اللي هي موجودة بالسليولوز، الجسم أو الإنزيمات اللي موجودة بالجسم غير قادرة على التعامل معها. فهيومن كانت يوز سليولوز as a fuel of source، الجسم البشري لا يمكن أنه يستخدم السليولوز كمصدر للطاقة، لأنه إحنا الإنزيمات الموجودة عندنا أو الإنزيم اللي موجود مسؤول عن عملية تحطيم المواد الكربوهيدرات يطلق عليه اسم ألفا أمايليز، والألفا أمايليز غير قادر على كسر الرابطة البيتا 1 to 4 لينكج. مشان هيك إحنا لا نستطيع أنه ناكل الخشب، مع أنه الوحدة الرئيسية فيه هي عبارة عن جلوكوز، لكن نتيجة الترابط، نتيجة نوع الرابطة، الجسم غير قادر على التعامل مع هاي الرابطة. يعتبر السليولوز هو عبارة عن فايبر ذات ستيميوليت الانتستينال موفمنت، وبالتالي بسهل عملية الديفكشن، بسهل عملية الإخراج، وبخفف من الكونستيبيشن. النوع الخامس من أنواع المواد الهومو بوليساكرايد هو عبارة عن الكايتن، والكايتن هو عبارة عن لينير هومو بوليساكرايد. It is composed من N acetylglucosamine. نوع اللينكج هي عبارة عن بيتا لينكج. والكايتن هو السكر، أو هو عبارة عن الجزء اللي موجود بالقشرة الخارجية لكل الحشرات، بمعنى القشرة الخارجية للحشرات زي الصراصير وما ما يشبه ذلك، القشرة الخارجية اللي بنسمع صوت طقطقتها لما نضغط عليها أو ندعس عليها، هاي إحنا بنكون نكسر الكايتن. الكايتن هو عبارة عن السكر اللي بيشكل القشرة الخارجية عند الانسكتس، عند الحشرات. الكايتن it is formed extended fiber، بيعطي fiber، بيعطي طبقة دعامة كتير بتشبه السليولوز، and like cellulose الكايتن cannot be digested by vertebrate، لا يستطيع جسمي أنا أني أنا أقدر أهضمها ببساطة، لأنه اللينكج هي عبارة عن بيتا لينكج، وأنا جسمي عنده ألفا أمايليز إنزيم. الكايتن it's the principal component من the hard exoskeleton of near million species of insects، كل الحشرات اللي موجود على ظهرها قشرة هدفها الدعامة هي عبارة عن كايتن.
الكايتن also it is used in production of الكيتوزين، وهي عبارة عن المادة اللي يتم إنتاجها من الكايتن. نوع اللينكج في الكايتن هي عبارة عن بيتا 1 to 4، وهي عبارة عن N-acetyl glycosidic linkage. يعطيكم العافية.